تصل الى فهد شنين، شنين في هذا الجانب وخليفه سعد في الجانب الاخر، ممكن هم الاكثر على مستوى الكرات العرضيه، لكن محاوله تاتي راسيه. محمد صلاح عربي، هذه الكرة، هذه المحاولة بدأت من صلاح، وصلت إلى آرون، إلى من؟ إلى عبد الله معرفي. عبد الله عرضية داخل منطقة الجزاء، وراسية تأتي من اللاعب اللي هو محمد صلاح النيل، خادع فيها بابا جبريل. قدام القائد فتحي، خليفة إلى جاسم، جاسم يتقدم يبحث عن المرور إلى محمد صلاح النيل، إلى عبد العزيز الأنصاري، الأنصاري، الله 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 الله. ننتظر بعد ذلك الجائحة الأخيرة، ياسين إبراهيمي، أسماء أخرى على مستوى صدارة الهدافين، الهدافين اليوم في ساتي كازور الاثنين، ومحمد صلاح النيل الآن يسجل الثاني، لكن هدف رائع جدا للنادي العربي، يسجل بعد أكثر من تمريرة وبسيمفونية عزفت ووصلت إلى شباك الحارس بابا جبريل. شوف ردة خور، هذه الكرة، هنا التدخل من إبراهيم ناصر، كلا جبناك يا عبد المعين، لقيناك يا عبد المعين، جبناك تعين، هذا إبراهيم كلا دخل من أجل كرة من علامة الجزاء، ملعوبة دخل، والهدف الشخصي الأول وافتتاحي أهداف الخور في هذا الموسم، يسجل أمادا، يضع الكرة في المرمى ويقلص الفارق الآن بعد لحظات قليلة جدا من الحديث عن الرغبة اللي غابت مع بداية شوط المباراة الثاني بالنسبة للاعبين نادي الخور من أجل مع السد مباراتين في ظرف أسبوع تقريبا. إذا ما تأهل طبعا لنهائي الكأس، التعادل يأتي في الوقت بدل الضايع باستعادة نسخة الموسم الماضي. العربد، الله عليك يا هلال، يبدو قمرا مكتمل الجمال، يضع كرة بالقدم اليسرى، يعدل النتيجة الآن. يا سلام يا سلام يا سلام، صعبة جدا.